أناس متفرقين في عباداتهم، منهم من يعبد الشمس والقمر، ومنهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار. وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم، والدليل قوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فدليل الشمس والقمر قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. ودليل الملائكة قوله تعالى: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. ودليل الأنبياء قوله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. ودليل الصالحين قوله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محظورا. ودليل الأشجار والأحجار قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. وحديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينبتون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط. فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن. قلت: ما الذي نفسي بيده؟ كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. ترجم سريعا. ترجم سريعا. أو نأخذه وتترجم. قال القاعدة الثالثة. الشيخ سيدي تقسم. أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عباداتهم. شيخ البروفيت كان يقول people they wouldn't get different worship to the worship of Allah. كل قوم يعبدون معبودا مختلفا. All any nation or any group will worship the different idols. منهم من يعبد الشمس والقمر. Some of them worship the moon and the stars. ومنهم من يعبد الملائكة. Some of them worship angels. ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين. Some of them worship the prophet and the righteous people. ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار. Some of them worship sticks them and stone them. ومنهم من يعبد الجن والشياطين. Some of them worship the jinn and the devil. لكن هل فرق النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل معهم؟ بينهم هل فرق بينهم في التعامل؟ The prophet he separated them for deal with them for say okay you worship stick not a shirk or you worship sun not a shirk. أي هل قال الذين يعبدون الصالحين والأنبياء والملائكة هؤلاء لا بأس طيبون والبقية كافرون؟ Or the prophet said why don't you worship the angel them and the righteous people? The prophet never said why they are not righteous people them if I not a problem with all of them كافر them as the prophet said. أم قاتلهم كلهم جميعاً من أجل عبادة غير الله؟ والله عز وجل أمر بذلك، قال: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، يعني تفرق في الأديان، ويكون الدين كله لله. يقول الله سبحانه وتعالى تعالى بروفيسي فتنهم تلا فتنة ما بينها كل سيد فتنة إفوا سبريت فجاء different worship them different religions them. He said, first them to let all the worship, all the religion, everything before Allah alone. ثم أتى الإمام بالأدلة من القرآن الدالة على عدم جواز صرف أي جزء من العبادة لغير الله، لا للشمس ولا للقمر ولا للملائكة ولا للأنبياء ولا للصالحين ولا للأشجار والأحجار. He said, the Sheikh, he called the evidence now inside the Quran for say, it's not permissible for do shirk with Allah with any other thing. Neither moon or sun, neither angel, prophet, neither righteous people. Then for say all this one then a shirk. ثم أتى أيضا بحديث أبي واقد الليثي والذي فيه أنهم كانوا مسلمون جدد ما يعرفون يعني الإسلام جيدا،
ومروا بشجرة الناس يعلقون عليها أسلحتهم للبركة، فقالوا يعني الكفار يعلقون، فقالوا اجعل لنا ذات أنواط يعني شجرة مثلها حتى نعلق عليها الأسلحة فننتصر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هذا هو الذي أخرج بني إسرائيل من الإسلام إلى الكفر، لأنهم قالوا لما رأوا العجل الناس تعبد العجل قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. مثلاً الشيخ قال الحديث عن أبي واقد الذي when the Jews entered Isa Islam, they then passed by a tree where they carefully aimed their weapon them, different blessings. They said, who put a weapon in ballistic, all the way to the war, with the blessing in the conquered that war day. So what the Sahaba, the Jews came in Isa Islam, they don't understand it all, they said, they was in a shield. They said, Prophet, may God bring a tree like this over the end weapon, this all the way for the jihad will get locked. And the Prophet explained to him, say, this end of the thing will pull the Israelites in them, from Islam, they become kafir. Because when Musa and people them, they don't cross the sea, they meet people then they worship the cow. They send them back to Musa and then they born the land, they put in the worship. ثم ختم بالخلاصة والزبدة والنتيجة التي يريد الشيخ محمد عبد الوهاب من مسلمي هذا الزمان أن يفهموها. He said that the Sheikh also summarized the result of the time over for saying the Muslims at this present time, they don't understand this principle of Fahima. فإذا كان كفار قريش لم يدخلهم إقرار بالربوبية في الإسلام بسبب أنهم صرفوا شيء من العبادة لغير الله، فكيف يدخل في الإسلام من قال لا إله إلا الله؟ كيف يدخل في الإسلام من قال لا إله إلا الله وهو يعبد صراحة الأولياء في قبورهم؟ يسأل في بيسأل القريش دم لم يأكسب سيد الله لم يأكسب الدين ذي وعلى دون ليس لهم دم إسحاق سلام. How possible they accept the way Isa's land become Muslim with directly this person they worship the righteous people? قال القاعدة الرابعة. The Sheikh said the fourth principle. أن مشركي زماننا مشركي هنا بمعنى الذين أظهروا الإسلام وهم على الشرك ليس على الإسلام. He said the one way the Sheikh at this point in time. He said what did the Sheikh mean? The one way they exposed Islam, they say we are Muslim, they pray, but now somebody is Sheikh. قال أغلظ شركا أشد شركا من الأولين أي من قريش التي حاربها النبي صلى الله عليه وسلم. He said that when the shirk is more severe than the first people that are the Quraysh then. That people that today they say they are Muslim, they say they pray. They only shirk is more severe than the Quraysh, they will not accept Islam, so not pray for they are Muslim. كلهم عبد غير الله. قريش عبدوا الأولياء يعني اللات وعزى وغيره. وهؤلاء أيضا عبدوا الأولياء، عبدوا تيجاني جيلاني أي أسماء كثيرة. يسأل أي واحد بده يوشيب the idol of the righteous people. The Quraysh they worship the idol who want that Uzza. He said they are the worship them tijani jilani. Then they take them say na righteous people. They worship them. They don't make the idol and they produce them. لكن هؤلاء لكن الأول الأولين أخف شركا من الآخرين، والنبي حارب الأولين. He said, but for that all, the first one them then shirk more lesser than the one they are. They only worship them only there. But the Prophet defeated them, they even then shirk more lesser, but Prophet defeated them. Then they have فكيف يكون الأكثر شركا مسلمون والأقل شركا كافرون؟ How is it possible the one who are Muslim then shirk more past the one who are Muslim not Muslim then shirk more lesser? الأولين كانوا يشركون في أوقات الرخاء ولكن يخلصون لله وحده بالدعاء في أوقات الشدة. He said the reason is we make the first one them shirk more lesser than this present time. He said because the first people them they do shirk when they get happiness, gladness, they do shirk with the idol them. But when problem come, then they make sincere dua to Allah. Allah alone in the front. They only call the idol them. Then they forget about them. That the first people them. فهل إخلاصهم في وقت الشدة جعلهم مسلمين؟ He said, when they make Allah sincere by the time the problem come, struggles come, this make them become Muslim because of struggles don't come, they make them make sincere to Allah and they make call Allah. You know, this make them Muslim. الجواب لا، لأنه لا بد من الإخلاص أبدا دائما. He said, no. He said,
لإخلال sincerity if we do all the time easiness come or tenderness come all if we sincere to Allah. قال تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين، يعني إذا ركبوا في السبل وجاءت الريح وارتفعت الأمواج خافوا فعلموا أن معبوداتهم لا تنفعهم ولا تنجيهم فأخلصوا الدعاء لله. The Sheikh say when he called the evidence to Allah say if the Lord inside the boat them then breeze come heavy one then the wind them when they call the swelling them in the east the boat he said they're going to say they're either them in this poison the Lord will help them what's happening and they make a sincere dua to Allah they call Allah immediately. فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. When Allah saved them they go slam on the land then he didn't share with Allah but they know that easiness now. ماذا فعلوا لما رجعوا إلى البر؟ When they do with the return to the dry land. رجعوا يقولون يا لات يا عزة يا هبل يا منات. They return with this whole the big one island and all this all this all this all this. فسمى الله ذلك منهم شركا. Allah called them sin a shirk because when they return with their Allah them they call we don't return the land or do call the island. واليوم يقولون في الأذان لا إله إلا الله وينزل المؤذن ويذهب إلى قبر الولي يا يا سيدي فلان يا ولي. يسأل نادي سي كل يوم يدي أذان يسأل لا إله إلا الله يدي كان دوم يدي بتو سومني غريب وسوس بس وسوس بس يمد راسه. ويصلون ويقرؤون إياك نعبد إياك نستعين وبعد الصلاة يذهبون إلى القبر قبر الولي يا ولي يا ولي يا ولي. He said they pray, they get the fight, they say, last way, then they say, oh Allah, are you alone with the worship? And are you alone with the seek help from? But that's all the donor of a prayer, then you go to the grave, then you worship. وهذا في وقت الرخاء وفي وقت الشدة على السواء عند من يدعون أنهم مسلمين اليوم وهم يفعلون هذه الأفعال. He said, this is equal. You tell me, easiness come or tenderness come to the Muslim when today, you see. إِنَّ اسْكَامُوا تَعْنَى اسْكَامُوا لِلْوَشِبْنِ رَيْتُوَسْبُكُنْ. وَيَقُولُونَ بِأَنَّ قُرَيْشًا كَافِرًا مُسْتَحِقًا لِلْخُلُودِ بِالنَّارِ وَهُمْ مُسْلِمُونَ مُسْتَحِقُونَ لِلْدُخُولِ بِالْجَنَّةِ. هذا عجيب. إذن بعد أول دمان هو الرياكشن لأن بس هي القريش دم لأن ديزافو قيس جهنم فور إيفا لأن هذا ديزافو قيس الجهنم. وعلى ده لأن دوتي اللي يدو الوسط ما دوتي القريش دم. فنسأل الله الهداية لنا ولهم وللعالمين أجمعين ونسأل الله أن يثبتنا على الحق ويحيينا عليه ويميتنا عليه ويبعثنا عليه وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا إنه سبحانه وتعالى هو المسؤول والمؤمن وهو سبحانه وحده المنجي من هذه المهالك والله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد.